صيف مهرجانات بيت الدين، الافتتاح في 26 حزيران مع السيدة ماجدة الرومي. 2 تموز مغنية البوب العالمية جوس ستون. 10 تموز موشحات وموسيقى صوفية. 18 تموز سهرة جاز بصوت كيتي ميلوا. 25 و26 تموز تايتانيك، عرض راقص لفرقة بالي ناسيونال دو مارساي. 1 و2 آب كاظم الساهر. 7، 8، و9 آب المخرج وجدي معوض يقدم مسرحية أنتيغون بمشاركة المغني بيرتران كانتا. تباع البطاقات في جميع مراكز فيرجن ميجا ستورز.